اهلا وسهلا كداري البنات، لاباس عليكم؟ هانيين امركم؟ مزيانه. انا راه محيده الفاصمه غير دابا باش ندير لكم زعما السسبنس وداكشي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين امركم؟ مزيانه. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانا عارفه راسي غبرت عليكم، سمحوا لي بزاف بزاف بعدا ما ندير لكم لا سسبنس حتى شي حاجه. انا والله ما كنبغي ندير لكم سسبنس، كنبغي يجيني شنو ندخل في الموضوع. بعد ما دازت سيمانه، هي اصلا 15 يوم بعد ان شاء الله غادي تبان النتيجه النهائيه. دابا دازت السيمانه الاولى، حسيت بوجهي شي شويه تنفخ. هنا كل شيء، هاد لابارتي التحتانيه، هاد من حناكي لتحت كل شيء تنفخ. ملي صونيت على الطبيب قلت ليه دكتور راني حسيت براسي تنفخت كلي، قال لي راه مع الدواء الكورتيكويد اللي خرجت ليك خاصك تنقصي معاه شويه الملح. وانا راه الحاجه اللي ما كانتش ملحه راه ما كتعجبنيش، الا ما كانش الدغامر وداك الشيء متخخ ما كيعجبنيش الحال، كنبغيش داك الشيء يعني باسل. غادي نحيد باش تشوفوا. انتم كتشوفوا، انا راه شفت، شوفوا البنات النتيجه النهائيه. انا ماشي النهائيه، من هنا 15 يوم عاد نوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. شوفوا البنات هنا، ها هي الخياطه، شفتوها هي هذه، واحد تقيبه هنا في دخل لي دوك السفافد وداك الشيء اللي كنت كنشوف كنحس بان السفافد كيدخلوا ليا، دخلوا من هنا وكنت كنحس بيه كيدخلوا حتى من هنا ومن هنا، غير ما بانش لي هنا كاينين شي خياطات. الخياطه الوحيده هي اللي كاينه هنا. الحمد لله النتيجه عجبتني بزاف بزاف، تفكيت من داك العرارم ديال الشحومات اللي كانوا هنا، وصراحه عجبني الحال، والله الا عجبني الحال. عيطت للطبيب قلت ليه راه كاين واحد شويه النفاخ، قال لي هذاك النفاخ كيحيد مع الوقت مع المشد، غير قلت ليه راه ما لقيتش المشد، قال لي انت ضروري خاصك المشد ضروري ضروري. مشيت اليوم لهذا داك السبيطار ديال 20 غشت، كاين اونفاس معاه محلات كيتباعوا الماتيريال ديال اعاده التقويم، ناموسيات، داكشي ديال الناس اللي كيديروا الترويض وهذا. دخلت قالوا لي راكي غتلقاي عنده المشد. مشيت سولتها قلت ليها اختي بغيت المشد، قالت لي ديالاش؟ قلت ليها ديال الدقن ديال هنا اللي كيهز هنايا. قالت لي ما بقاش، ما كاينش، ماشي ما بقاش، قالت لي ما كاينش، هو اصلا تيكون سور كوموند ولكن راه ما كاينش حتى سور كوموند. قلت لها شحال داير في الثمن ديالو؟ قالت لي 1200 درهم، يعني 24000 ريال. قلت ليها اختي زعما كاين هذاك، يعني ما كاينش شي حاجه اللي مرفقه في الثمن. قالت لي الا بغيتي ماركه مزيانه هذاك هو اللي كاين. من بعد جات وخدات لي العبار ديال وجهي كامل، ديال هنايا، ديال كلشي، وقالت لي من هنا للعشيه غادي نجاوبك، زعما باش نقول لك واش كاين ولا ما كاينش، ماشي نقول لك جي خولي، باش نقول لك واش كاين ولا ما كاينش. فانا دابا من هذا المنبر في التعاليق قولوا لي البنات، وسمحوا لي على هذا الصداع، ما عرفتش ديالاش، ديال هادو اللي كيديروا الطوموبيلات تحت منا. من هاد المنبر بغيتكم تقولوا لي فين كيتباع، الا كان باقل ثمن يكون احسن، لان 1200 درهم راه جاتني بزاف، جاتني غاليه وقاصحه. سولتها قلت لها واش هاد المشد علاش غالي؟ قالت لي حتى الا ما كنتيش دايره لوبيراسيون هو تيعاون انه مع الوقت الا بقيتي كديري مع الوقت الوجه ديالك كيتشد بحال هكا، يعني كيتشد. وانا راه حسيت بوجهي دابا كنحس به منفوخ. ما عليناش، المهم توحشتكم بزاف بزاف، عارفه بانني غابره عليكم، ولكن ها اللي غبرني، راه كنت مريضه. كان عندنا واحد المناسبه ما قدرتش باش نصورها، نتوما عارفيني انا زعما حاجه الا كانت دقت النمله كنبغي نبارطاجيها معكم ونقولها لكم. النهار اللي جاو عندنا الضياف وداكشي، ماشي يعني نساب خويا وداكشي جاو عندنا، حيت خويا متزوج البنات باش يجيكم من الاخر، يعني ما كانش عندي الوقت باش نقول لكم هاد الهضره. ما بارطاجيتهاش معكم وصافي، ما ماشي كنت مريضه، كنت مشغوله، كنت دماغي مخربق، ما كاينش في هاد العالم.
فراه غتكونوا شفتوها في القناه ديال الهام قلتي على النهار ديال العراضه. المهم درنا لهم واحد العراضه بسيطه لانني كنت مريضه وقلتها لماما قلت لها والله كون ما كنتش مريضه كون درت شي حاجه هماويه اكثر واكثر وكان ان شاء الله جايات كثير، فما ما درت والو يعني ما درت حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، توحشتكم بزاف بزاف، جيت باش نجاوب على بزاف ديال الاسئله. بزاف ديال الناس كيقولوا لي الدكتور اللي صاوب ليك فين جا، بشحال صاوب ليك، اشنو صاوبتي بالضبط؟ البنات انا غنقول لكم واحد الحاجه، كل واحد عنده حريه التعبير ديالو ويقول اللي بغى، تصرف كيف ما بغى. كيف ما انا عندي حريه التعبير انني انا ندير اللي بغيت، وما نقيسش حريه الاخر، يعني ندير داكشي اللي بغيت وانا نكون مقتنعه به وما نقيسش حريتك انت ولا حريه ما نزعجكش، يعني ما نتسببش لك بازعاج بديك الحريه ديالي، لان حريتي كتوقف عند حريه الاخرين. ف كنشوف بان حتى الناس اللي بغى يعبر كيف ما بغى، بعض الناس قالوا لي قولي تجميل، وانا راه قايله تجميل من الاول، يعني انا ماشي قلت لكم راني نفخت حناكي ولا درت هنا او لا درت هنا او لا، انا واحد الحاجه كانت مبرزطاني هنايا وحتى في النظره ديالي الكاميرا ما كانش عاجباني، مشيت حيدتها، دهون شيطه زايده ما عندي ما ندير بها، دهون ما خلقنيش بها سيدا ربي. انا ملي كنت صغيره ما كانش عندي الدهون دليين هنايا، هادي واحد 4 سنين ولا 5 سنين ما كانش الدهون واصلين ليا لهنايا، قرقور قدو قداش يعني هذاك. سولت الطبيب قال لي راه تيخرج من الاعصاب من الافرازات بزاف، يعني بزاف الحوايج بزاف العوامل، انا مشيت حيدته. فهذا يعني شي حاجه اللي انا هي بصراحه ما انا ما كنبغيش نبرر، حيت ملي كنبدا نبرر بالنسبه لي راني كنعطي الحق لهذاك الشخص انه كيجيريني، فانا ما كنبغيش تنبرر، ما كنعطيش لنفسي الحق انني تنبرر على راسي، بيني وبين راسي انا نبرر على راسي. ولكن كل واحد راه تيقول اللي بغى، زعما بعض الناس قالوا لي راه تجميل بلا ما نقول الطريقه وداكشي كيفاش قالوها، صافي واخا الا شفتيها تجميل راه تجميل، الا كان مثلا جاتك انت تجميل حرام انت ما ديريهش، انا خليني مني مولايا، خليه يعلقني ويحن فيا وما يحنش فيا خليني مني المولايا، يعني في الاخر ماشي كيكون معايا حتى شي واحد، ملي كنكون كنهضر مع سيدي ربي وكنكون كندير شي امور بيني وبين سيدي ربي اللي ماما اللي ولدتني ما كتعرفهاش، ف يعني هذا الامر مفروغ منه، يعني كل واحد يتصرف كيف ما بغى. فواحد الحاجه اخرى صافي نسيت، والله الا نسيت. البنت اللي خدامه معايا واحد الاسئله اللي دائما 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 كتقولها لي، واش غنقول لكم صليحه راه كيعيطوا لينا الناس وكيقولوا لنا اللحسه الصحراويه ليش كتليق. انا راه في الفيديوهات كنقول لكم بان اللحسه الصحراويه اللي كنبيعوا كتليق الفقر الدم الطاقه يعني الانرجي، الا ما عندكش كتليق الا كان عندك بومزوي، راه بومزوي راه من الدقه الاولى من السيمانه الاولى ما كيبقاش فيك بومزوي. انا في الاول الا كنت كنهضر على اللحسه ديالي اللحسه الفلاليه المنتوج ديالي اللي كنصاوبو انا بيديا وكنهضر عليه قليل، دابا انا خاصني نبرح به، لان الحمد لله الناس اللي كيتقداوها وكيعيطوا ليا راه كيقول لي صالحه الله يرحم لك الوالدين اش من معجزه دايره في هذه اللحسه هذه، الحمد لله طبيعيه 100% ما فيهاش ادنى حاجه ديال لا فارماسي من مكونات مثلا دي برودوي فارماسيوتيك مثلا فانيد داكشي اللي كيسميوه دردك سيرو، اقسم بالله العلي العظيم ما فيها شي حاجه من غير لي برودوي اللي عند العطار، وكل شيء مصادق عليه من المختبر الحمد لله. انا راه شحال هذيك كنقول لكم راه اللحسه ديالي راه حطيتها كتحلل شحال هادي، والحمد لله راني كنبيعها للناس وراسي مرفوع وفرحانه ومخيفاش، لان انا عارفه راسي سلعتي اشنو فيها. فملي كتعيط لك السيده وكتقول لك الله يرحم لكم الوالدين اللحسه الفلاليه ديالك جربت عييت في لحسات مشهورين ديال الناس اللي معروفين ومشهورين وجربت ديالكم وقلت غنجرب في الله ما خيبنيش سيدي ربي. كاين الناس اللي دابا كيقولوا لي ما نحبسوهاش، وانا كنقول لكم تعطيكم النتيجه حبسوها، لانك عمرك ما ترجعي كيف ما كنتي. الا كنت سمحوا لي البنات معك يعمر لي التليفون و
وكيخليني بحال فمي وكندوي هو راه ما كيسجل حتى شي حاجه. كيف ما قلت لكم باش نرجعوا لموضوعنا، كنقول للبنات ما تعاودوش تاكلوها الا وصلتي للبوان اللي انت باغاه. الا قلت لكم واحد السيده كل مره كنخلط انا اللحسه كتقدم عندي قرعه واحده كتزيدها 5 كيلو، كتقول لينا انا باغا نوصل ل 75. السيده كانت فات 48 والسيده طويله وضعيفه باين فيها الضعف. دابا السيده كتقول لك الله يرحم لكم الوالدين انا ما مفكش معاكم، انا اي مره درتي فيها اللحسه قولوها لي انا نتقداها. وبعد المرات كاينين الناس اللي كان اللحسه كتقادة وكيكونوا هما قربوا يساليوا القرعه ديالهم ومن تيجيو يشوفوا ما تيلقاوهاش والله الا كيتقلقوا. لقاو عليها راحتهم، مجهودهم، نشاطهم، الحمد لله ولله الحمد. ما عمركم تشوفوا مني انا بعد شي حاجه اللي هي فيها غش، مهوره في كل شيء، حتى المقادير اللي كنجمع بهم اللحسه مهوره فيهم. بعض الناس تيقولوا لي وقولي لينا باش مصوباها، وهذا باب الرزق ديالي. انا قلت لكم يعني هالعار واحد عيب عليا شي حاجه اللي تعطيني النتيجه. شحال من خطره كناخذوا الدواء كناخذوا شي حاجه وكنتقدوا من عند الناس وكنقولوا لهم هالعار، قولوا لينا غير تكون ايفيكاس نحطوا فيها الفلوس ماشي مشكل، خاصها تكون عا ايفيكاس خصوصا شي حاجه اللي كتلامس الصحه ديالنا. فبعد المرات راه كتاخذي البرودوي ب 1000 درهم 2000 درهم كيقضي لك والو. اشنو انا دابا معطلني على العنبر، على التحاميل من غير العنبر اللي انا باغا نخدم لكم بعنبر زوين، بقى معطله. واش عرفتوا شحال ديال لي كوموند اللي شاده في العنبر في التحاميل؟ شحال ديال لي كوموند؟ راه ملي بديت وانا كنشد في لي كوموند ماشي كناخذ الفلوس، كنقول لهم انا خليو فلوسكم عندكم تنوجد السلعه ديالي ديال التحاميل، وديك الساعه غادي نقول لكم في الفيديو غتشوفوها، وديك الساعه سيروا اتصلوا بالبنت وتقداوها. بلا ما نطول عليكم بزاف، داك النهار درنا المسابقه ديال التليفون، الحمد لله فازت معنا واحد السيده اللي ما كانتش عارفه راسها اصلا داخله في المسابقه، وكنا كنقولوا اللي خدات جوج القراعي غادي تدخل معنا في المسابقه اوتوماتيكمون. كي كانت عارفه كي ما عارفاش، هاد السيده سولتها قلت لها واش عارفه راسك داخله في المسابقه؟ قالت لي لا، حيت البنت اللي خدامه معايا وكتشد لي كوموند اون فوا كتدخل شي وحده كدير كوموند كتدخلها في المسابقه. بزاف ديال البنات تقلقوا، قال لي صالحه غير اللي خدام عندك جوج قراعي هو اللي كتدخلي المسابقه. وعلى قبلكم قررت انني ندير اللي تقدات قرعه وحده ديال اللحسه تدخل المسابقه اللي غادي تكون فيها ماكينه الصابون ديال نوع سامسونج، نوع مخير اللي كتهز 6 كيلو، يعني كبيره، شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي طوب. وانا براسي غادي نتقدى لكم احسن ما كاين في ماكينه الصابون في النوع ديال سامسونج. ومن نهار غادي نمشي ان شاء الله نتقداها راه غادي نبارطاجي معكم الفيديو. اللحسه الفلانيه ديالي غير باش نقول لكم البنات باش تعرفوا القرعه ديالي هي هذه. اي حاجه تجيكم ديال صالحه برودكت في شي لون اخر عرفوها ماشي ديالي، هذه هي اللحسه ديالي، هذه هي اللحسه الفلانيه ديالي. كاع المعلومات غادي تلقاوهم في اول تعليق، غتلقاو النمره ديال الواتساب، تواصلوا مع السيده ساره الله يعمرها دار تهضر معاكم. كنتي كدوي بالفرنسي كنتي كدوي بلونغلي كنتي كدوي بالدارجه غادي تدوي معاك بجميع اللغات وغتفهمك وغتدخلك وغدوز لك لا كوموند ديالك فين ما كنتي في المغرب. وغراتوي يعني كتمشي تاخدي ما كتمشيش بعدا كتبقاي في دارك كديري لا كوموند ديالك كيجيك الليفرو حتى للدار كيعطيك اللحسه الفلانيه وكتخلصيه في اللحسه الفلانيه فقط، ما كتخلصيش نهائيا في لا ليفريزون فين ما كنتي في المغرب من طنجه حتى للكبيره. صافي البنات باش نكون معكم تكونوا عارفين، وانا ما يعني ما بغيت حتى شي واحد يتقلق مني، وانا عارفكم متابعات ديالي ديال القلب ماشي متابعات عاديين، يعني شي وحدينات اللي مصاحبين معايا يعني كلكم صاحبين معايا، واخا راه بيناتنا عا فيديوهات وداكشي ولكن نتوما مصاحبين معايا كتدخلوا كتفرجوا فيا وكدوا معايا في لي كومونتير بحال صاحبتكم. حتى انا خاصني ندير معكم زوين، فالله يسر الجميع. وشوفوا البنات ماكينه الصابون تابعين حوايج اخرين، كلشي داكشي ديال الدار كاع اللي كيعجبوك. يلا البنات بلا ما نطول عليكم كنبغيكم بزاف بزاف، شكرا اللي سولتوا عليا، الله يخطيكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي يكون زوين غادي يعجبكم غندخلوا فيه الكوزينه.
يلا باي باي.